ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج الميزان وتوقعات الاسبوع الاول لشهر اكتوبر لعام 2021. مبدئيا بقى اي حد مولود في الاسبوع ده، فاهمين انتم في الاسبوع ده كل سنه وهو طيب، وكل سنه وانتم سعداء، وكل سنه وانتم مبسوطين، وكل سنه وانتم فرحانين، وكل سنه وانتم احلى واجمل وافضل، وبصوا يعني واقرب لله طبعا ومستورين يا رب. وخاصه بقى المولودين يوم واحد. على فكره انا عارفه كتير جدا جدا مولودين يوم واحد، يعني لان كذا مره قلت لي، فانا ما بنساش والله، انا مش بنسى. فلو انا عارفه ان في كتير من مواليد اليوم ده، يمكن من اكتر الناس اللي بتتابعني من مواليد اليوم ده والله بجد يوم واحد. اللي بتقدم لكم وقاعده لكم دلوقتي دي من مواليد يوم واحد. انا بصوا انا بتهل عليا كده شهر اكتوبر، ببقى مبسوطه كتير والله. ندخل في موضوعنا عشان احنا كده في كل سنه وانتم طيبين. ندخل المهم بالنسبه لك يا برج الميزان، اسبوع رائع ومتميز، ومش عشان اعياد ميلادك ولا عشان عيد ميلادي ولا الكلام، لا 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 لا، احنا عندنا فتره حلوه كتير، خاصه احنا عندنا ان الايام هتبقى معظمها بمبي، الا ان هيكون عندنا يوم 3 يوم 4 يوم 5 مش افضل حاجه قوي. عندك اشخاص عاملين لك كده اهو، حاقدين عليك تكونش انت سرقت حاجه منهم او خدت حاجه من ايدهم غصب عنهم، فهيكون عندك النوع ده جدا. هيكون بالنسبه لك اللي هو ازاي تبقى كده، ازاي انت مبسوط، اذا في ناس هتكون مستكتره عليك الفرحه، بل بالعكس هتلاقيهم ان هم انتقاديين في وشك جدا، وهتلاقي اللي هو الغل بيبان عليهم قوي، بس انت هتكون فرحان برده ومبسوط كتير ان انت ضاغط على نفسيتهم كتير، بس هتبقى قلقان من الحسد اللي ممكن ينط منهم. الا ان عندنا الايام برضو فيها نوع من انواع الايجابيه في الايام الغير كده، يعني يوم 6 ويوم 7 فيهم تعويض قوي، وفيهم جو حلو قوي، وفيهم نوع من انواع التميز الهائل كتير، فيهم ضربه حظ مهمه جدا جدا في حياتك قادره على انها تنقذك، في عندك عرض ابن لذينه بيعلي منك كتير، في ان انت بتتقبل في حاجه انت كنت شايف ان انت هتقبل مش هتقبل، عندك الخروج من مشكله، الخروج من محنه، عندك هديه قد ايه رائعه او متميزه. فتره القمر المتواجد في برج الميزان، تاخد بالك انت، اصل هيكون عندنا يعني الفتره دي مميزه كتير، ابقى اقول لكم عنها كمان في التوقعات اليوميه. الا ان برضو يوم 1 ويوم 2 هي دخلت شهر لذيذه على اصحاب برج الميزان، وفيها احساس بيلمع كده. طب يعني معنى كده الاسبوع كله حلو ولا في صعوبه زي الايام اللي احنا قلناها 3 و4 و5؟ لا، هي ايام ديت بالنسبه لك مش صعبه، على قد ما فيها اعداء، وعلى قد ما يعني الايام دي انا ممكن اقول لك فيها نصايح ان انت ما تدخلش فيها تحديات مع حد، ما تدخلش منافسه مع حد، ما تردش على حد ثقيل، الامور المستفزه ما بلاش ان انا استفز فيها، لان انا هخسر وقت، فمش عايزين نخسر وقت، عايزين نكسب وقت. عندك ان انت هتكون يمكن افضل، يمكن احسن، يمكن انجح، يمكن عرض جالك مش جه لحد تاني، فيبدا ان هو يتشل منك، خاصه على فكره اكتر الناس اللي هيكونوا متغاظين منك ليهم علاقه باشخاص عارفينك قوي او مراقبينك قوي، يعني ممكن تكون شخصيه انت ما تعاملتش معاها قبل كده ولا تعرفها ولا تعرفك، بس متغاظين منك، شافوك ايا كان، عرفوك ايا كان، فيبداوا ان هم يتغاظوا منك. كمان الاطار المهني فيهم غيظ كتير جدا جدا، وفيهم احقاد قويه قوي، عشان كده ارجو منك ما تديش الامان قوي قوي للوضع لاصدقاء المهنه، لاصدقاء عمل. يعني عندك اصدقاء حلوين قوي، وعندك اشخاص يسندوك بشكل قوي جدا، الا ان مش ده اللي احنا هنكون محتاجينه، مش ده يعني انت محتاج ان انت تحذر اكتر ما انت تبقى قريب من الناس الحلوه دي. ليه؟ لان انت ممكن يعني انا من رايي انا بحب اخد عاطل في باطل كده، ابقى حلو مع الحلو في التعامل، لكن ما تدوش الامان، ما بحبش ادي حد الامان، انا اسفه كتير. فاللي هو يعني لو اتعاملنا بكده هنكسب كتير طول الاسبوع ده، لان انت ممكن تدي الامان لحد، حد تاني يتغاظ، حد تاني مش عارفه ايه، الشخص اللي انت اديت له الامان ده لما تدي له الامان وتحكي له سر، فيبدا السر ده يخليه يتغاظ منك فيشيل منك اكتر، فاهميني؟ فخلي بالكم كتير. عندك فرحه حلوه قوي، عندك مشتريات كتير خلال الاسبوع ده، عندك ان انت بتتقدم في امر ما، عندك هديه بتحصل عليها، عندك اجتماع مع بعض الاشخاص، عندك تواصل واتصال كتير مع ناس كتيره حواليك، فبرضو وقت حلو واجتماعي جدا، وانت مؤثر كتير. طيب الشأن المهني خلال الاسبوع ده، الشأن المهني عروض مهنيه، عندك تقدم مهني، عندك في عروض بتوصلك لنوع من انواع التميز، وكمان في احقاد بسبب العروض دي، احقاد بسبب الوضع المهني جدا. هيكون بالنسبه لك كمان في الوضع المهني ان انت بتتعرف على شخصيات جديده،
حلو قوي ان انا اتعرف على شخصيات جديده، اتعرف على شخصيات مهمه، اتعرف على شخصيات مراكز، بس مش ادي الامان واحكي كل اسراري. ده اللي هيكون الامر السلبي بس في الجزئيه دي. لكن الوضع المهني بشكل عام حلو. الامور الماليه، الامور الماليه خلال الاسبوع رائعه كتير، مميزه. في فلوس جايه لك، في هبه من الاهل، في ميراث بتحصل عليه. فالاسبوع الاول في فلوس دخل حلوه، دخلها لك حلوه. الوضع العاطفي، الوضع العاطفي بالنسبة لك انت عندك العلاقة بتكتسب ترابط اكتر، بتكتسب قوة اكتر، بتكتسب حب اكتر. عندك ان انت في الناس اللي مش مرتبطين هنكون جذابين جدا جدا، وقادرين نجذب الجنس الاخر، وقادرين ان احنا نبقى مؤثرين قوي قوي في الجنس الاخر. وانا لسه قايله لك ان انت تكون مؤثر اجتماعيا، فبالتالي الكل هيبقى عامل لك كده اهو. الشمس انها كونها اصلا تكون موجودة عندك، فالكل بيبدأ اللي هو يقول لك ايه ده حلو قوي، ده قمر قوي، ده البنت دي حلوة قوي، فاللي هو عارفين ده. فيبقى عندك ناس كده حبانك، حباك كتير وحباكي كتير، وعندك اللي هو عايزين يرتبطوا كله كده داخل بسم الله الرحمن الرحيم، عايزين ارتباط، فيكون عندك ده جدا. برج الميزان احنا عندنا في خطوبه، في جواز، يا اما بتحضر لخطوبه او جواز، في تحديد ما في ان انت بتوصل لحاله حب حلوه جدا، لحاله مرضيه كتير في العلاقه العاطفيه بتاعتك. فاذا الوضع العاطفي يا برج الميزان هو حلو قوي، هو رائع كتير، هو متميز كتير. فاذا عايزك انك تكون متالق بس، مبسوط بس، سعيد بس، لان الوضع العاطفي فعلا احنا قادرين ان احنا نجذب الجنس الاخر بشكل قوي. هيكون في ارتباط، في حاله من الحب، في معجبين، في اللي هو عايزين نرتبط بيكم جدا، ففي الاجواء دي كتير. اما بقى بالنسبه للناس المنفصلين من اصحاب برج الميزان، الماضي هيرجع لك. هو الماضي بيراقبك، بس كون ان هو يرجع لك في الاسبوع ده مش قد كده قوي، بس ان هو هيرجع لك في الفتره اللي جايه، لان هيدخل علاقات بقى اللي هو اصدقاء مشتركين ما بينكم والجو ده. الا ان خلال الاسبوع ده هو بيراقبك، هو بيحاول يجي لك من جنب معين، بيدور ازاي يدخل لك، يعني ايه منفذ اللي انا ادخل لك بيه. فانت عندك فيه كتير عايز يرجع لك، انت عايز ترجع لبعض الاشخاص، او بتفكر في الماضي جدا يا برج الميزان، بس في نفس الوقت انت بتبقى بتقول انا بفكر في الماضي بس عايز اتجه مستقبلي، ابص لبكره، افكر بس اتجاهي في مستقبلي، لكن الماضي اتجاهه في مستقبلك انت كمان. فعندك ده جدا. فاذا في رجوع للناس المرتبطين، في فرحه منتظره، في مولود، في حب زياده، في ترابط اكتر، في حاله عشق موجوده، فعندك الجو كتير. هل انت بقى بتمر بسلام في الوضع العاطفي كده اهو وخلاص ونسيبك تعدي؟ يا جدع حصن نفسك، حاول ان انت تخلي بالك كتير من نفسك او من نفسك، لان احنا محسودين وكتير اللي هو عارفين انتوا النظره دي، نظره الخبث، يجي نظره الخبث والخبائث. فاللي هو لازم تكون حريص جدا جدا. برج الميزان هو بس للاسف انت ممكن يكون اشخاص معقدين نفسيا، او اشخاص بيمروا بمشكله عاطفيه، فتبدا ان انت تبقى احسن عاطفيا، تبدا ان انت تتجوزي، تبدا ان انت تاخدي حد انت بتحبيه، تاخدي مش عارفه مين، فتلاقي حاله من الهجوم او حاله من ان هم يكرهوكي في العلاقه دي. انا بس بتمنى جدا جدا ان الناس اللي هم اللذيذه اللي بيتدخلوا في شؤون غير شؤونهم، اللي هو ليه بيعاملك كده، ما بتحبكش، خلي بالك، المفروض ان هي تجيب لك كذا، ولا اركنه على جنب. الناس الحلوه دي تركن على جنب، ما تسمعوش منهم، لان انتوا هتتاثروا بشكل سريع قوي قوي من كلام الاخرين، فما فضوا عصيره كده وما تسمع لهمش اساسا. طيب المعاكسات الموجوده بسبب كوكب عطارد هي في الشؤون المهنيه، زي ما قلت لك ان في احقاد مهنيه، وفي نوع من انواع كمان ان اشخاص هتبقى عايزه تهاجمك، وهيكون في مهاجمه في الشؤون المهنيه، بس في نفس الوقت حاول تعديها. طول ما تكون اما يكون عندك صبر اكتر، هتلاقي ان انت المشكله دي بتعدي بقوه وبتكون ثابت اكتر، فحاول ان انت تبقى ثابت اكتر. انا عارفه ان برج الميزان هيبقى ثابت اكتر، لان برج الميزان قوي. عايزه برضو اقول لكم على حاجه تانية مهمه جدا جدا. انت عندك هيكون في ان انت بتصل لروحانيه حلوه، فانت عندك روحانيه حلوه كتير، حاول ان انت كده تبقى مؤمن بروحانياتك، يعني ايمانك بربك حلو جدا جدا، وربنا لما يرسل لك حاجه ليها علاقه بالروحانيه ده برده شيء حلو، ده نعمه من عند ربنا وكرم من عند ربنا. انا بلاقي كتير من اصحاب برج الميزان، اقول لكم على سر، يمكن وانا صغيره كنت كده، كنت اقعد اقول ليه انا اشوف الحاجه دي، لما كنت اشوف حاجه مثلا وتحصل تاني يوم. برج الميزان ده بقى كلنا زي بعضنا، فانا مش هقول لا اخاف ان انا اقول الكلام ده ولا كده، لان كتير من اصحاب برج الميزان خاصه اللي طالع بتاعه برج هوائي او ترابي هيكون عنده النقطه دي جدا. فبرج الميزان لما بتشوف حاجه وتحصل تاني يوم دي نعمه من عند ربنا. بشوف بقى اللي هو السن الصغير بقى اللي هو مازال زي بيفكروني بنفسي كده ايام المدارس، اللي هو كنت قاعده اقول ايه ده،
ليه انا كده؟ كنت اشوف دايما الحاجه اللي بتحصل، كنت اقول لبابا انت عارف، كنت اشوف موقف زي ما هو كده، اقول لبابا بص عارف العربيه دي هتعمل كذا كذا كذا، والراجل ده هيعمل كذا كذا كذا. في مره فكان بابا كان جايبني من المدرسه بقى وماشيين بالعربيه، فلقينا العربيه اللي قدامنا بتعمل نفس الكلام، فبابا من كتر ما هو خاف، والله ابويا خاف من ان انا اللي انا قلته له عمل كذا كذا، قلت له العجله هتضرب دلوقتي كذا كذا، بابا انا شفت ده قبل كده. قام بابا قام ركن العربيه على جنب وقال لي بس اسكتي خالص ما تتكلميش، اعصابه ثابت يا عيني، اللي هو طول عمري مرعبه. المهم برج الميزان. برج الميزان فانت خليك روحاني، يعني بص اللي هو صدق روحانيتك، لما تحس ان فلان ده وحش خلاص بقى وحش علم عليه، لما تحس ان فلان ده كويس خلاص ده بقى كويس علم عليه، فخليك ان انت عندك كده روحانياتك كده، ف ساعد نفسك في روحانياتك عشان، وحاول تفعل روحانياتك لانها مهمه جدا جدا بالنسبه لك على فكره. برج الميزان خلينا نكتفي بهذا القدر، هو اسبوع رائع مميز، بس زي ما قلت لكم على بعض النصائح اللي اتكلمنا فيها خلال الاسبوع. انا بشكركم كتير، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.